رجعنا لكم في الماج، ما زلنا موصلين معكم حتى للثمانية. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم على المتابعة. كيف العادة نبدأ حصتنا بالأحداث المثيرة للجدل. هذا هو تقريبا الأكتواليتي في تونس. باش نحكي على إيقاف أو احتفاظ برئيس بلدية أثر شكاية قدمت بها مديرة مدرسة. تفاصيل في نيوز اليوم. نيوز اليوم، نيوز اليوم. معنا مباشرة الدكتور فريد بن شحام، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية. لو سهل دكتور، مرحبا. مساء الخير، مرحبا بكم كافة المستمعين. مساء النور دكتور. إذن نجم نقول النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ برئيس بلدية أثر شكاية قدمت بها مديرة مدرسة ابتدائية. صحيح، وكما كنت تذكر قدمت مديرة مدرسة ابتدائية في ولاية المستير بشكاية اتهمت فيها رئيس بلدية في أحد مدن المنستير أنه تعمد الإساءة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في موقع البلدية. وكان حسب شكايتها اتهمها بعدم الكفاءة. دونك النيابة العمومية بمقتضى الشكاية هذه عهدت بالبحث فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنستير البحث في الموضوع، وأثر إتمام الأبحاث واستشارة النيابة العمومية قررت النيابة العمومية وأذنت للضابط العدلي بالاحتفاظ بالمشتكى به من أجل الإساءة إلى الشاكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يقع تكييف التهمة الصحيحة عنده في حالة المتهم والمظنون فيه على أنظار النيابة العمومية في قادم الأيام. هو تعرف دكتور أنه ثم هو أمر رئاسي، خلينا نقوله، أو منشور قانون جديد. لا يخفيك أنه منذ أيام على تتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. هل معناتها من الممكن أنه تتكيف القضية حسب هذا المنشور اللي فيه يعني الادعاء بالبطل ونشر الإشاعات وما إلى ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تتبعات عدلية؟ اكزاكتو، هو توفر مجموعه نقولوا ترسانه من النصوص القانونيه. فطابع زجري. ثم مجله الاتصالات في الفصل 86 اللي تعاقب بالسجن عامين الاشاعه الغير عبر الشبكات العموميه للاتصالات. ثم المجله الجزائيه اللي تعاقب زاد كيف بعقوبه سالبه الحريه بعقوبه سجنيه كل من ينسب الى موظف عمومي امور دون إثبات صح ذلك. ثم مرسوم الصحافة اللي فيه خطايا مالية في بالنسبة للسلب والشتم. ثم كيف المرسوم اللي كنت تذكر فيه ولا صدر مؤخرا ولا فيه جرائم ترقى إلى الجنايات. العقوبة توصل لعشرة عشرة سنوات سجن إذا كان الضحية ولا المستهدف هو الموظف العمومي. لو هو موضوع للمتابعة في قادم الأيام باش نشوف شنو هو الوصف القانوني اللي باش توصفيه النيابة العمومية عن تكييف الأفعال المرتكبة وفي إطار الشكاية المقدمة من طرف مديرة المدرسة ضد رئيس البلدية. واضح دائما في المنستير دكتور، فرقة الأبحاث والتفتيش الحرس الوطني تكشف عن عصابة تنشط في مجال سرقة السيارات وبالعنف والخلع والتفريط أيضا وحتى التفكيك كقطاع غيار، وهي عصابة معناتها مختصة في هذا الشأن. صحيح، هي عصابة مشكورة فرقة الأبحاث والتفتيش الحرس الوطني بالمنستير، تمكنت من فك رموز العصابة هذه اللي امتهنت الاعتداء على الممتلكات. كانت عندها زوز طرق للاستيلاء على السيارات نوع دي ماكس معناها السيارات هذه والشاحنات الخفيفة بالتدقيق، كانت إما بطريقة البراكاج معناها العادية اللي سرقة تستعمل العنف الشديد أو بطريقة السرقة الخلع تخلع الأكسل متاع السيارات عاد يكونوا الملكين مش موجودين ويتكفلوا أطراف أخرين. هو العصابة هي تكوين هرمي، فما أدوار وفما معناه توزيع المسؤوليات بين أفراد العصابة. بعد ما يقوم الأفراد في العملية الرئيسية اللي هي السرقة يتكفلوا أطراف أخرين بتفكيك قطاع غيار، ثم يقع التفويت فيها في جهة في ولاية أخرى من الجمهورية. دونك ما بين المستير والقروان معناه تنشط العصابة هذه، وتم في البداية الاحتفاظ على مراحل في مجموعة من الأشخاص. وأول أمس تم الاحتفاظ برئيس العصابة اللي هو من المنحرفين اللي كانوا أودعوا سابقا السجن. ذو سوابق معناه عنده سوابق في السرقة باستعمال العنف، وكان
تحكم ب 15 سنة سجن عدى فيهم 8 سنوات ثم خرج بمناسبة العفو الأخير. دونك السيد هذا تم إلقاء القبض عليه مؤخرا وكان معناها تم إحالته إلى على أنظار النيابة العمومية اللي كانت تعهدت من سابق بالموضوع. عدد الموقوفين وصل ل 11 وتم فتح بحث تحقيق من أجل تكوين عصابة مفسدين بقصد اعتداء على الأملاك والأشخاص اللي هي الجريمة النصوص عليها بالفصلين 131 132 المجال الجزائرية. وهذه العقوبات تتجاوز الخمس سنوات سجن لأن من الجنايات الخطيرة. دونك هذوما كل المودعين بالسجن وقاضي التحقيق وهو اللي يبحث توا الآن في الجرائم الخطيرة هذه اللي كما قلنا استهدفت عديد السيارات ومشكورة طاقة الأبحاث التفتيش تمكنت من إرجاع أحد السيارات إلى مالكها. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك دكتور فريد بن شحام مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كانت هذه نيوز اليوم. نيوز اليوم، نيوز اليوم. باش نكملوا مع الأحداث شوية آخر وأهم القضايا والأكتواليتي بيان سور. عبد الناجو زادة نعطيكم فكرة على مقابلة تونس والبرازيل، باش نحكيو برشا كورة، باش نحكيو زادة على وثائقي مهم برشا أنكم تتفرجوا فيه. هذا الكل في الماك حتى الثمانية.